السلام عليكم ورحمة الله. فقدان الشغف ما هو شعور بتمر فيه وبتطلع منه، فقدان الشغف نتيجة للتكاسل والتأجيل الدائم للدراسي. نحن بعمرنا ما التزمنا ولا قعدنا درسنا ونحن كنا شغوفين بالدراسي، لولا الإعلام الحلوي ما قعدنا درسنا. شعور دائم بالتقصير، هذا الشعور ما بيمر فيه إلا كل مجتهد وكل واحد عم يقعد يدرس ساعات طوال، فهذا ما نو جلد للذات، ولكن هذا إشارة على أنك عم تشتغل. لذلك إذا ما كنت عم تمر بهالشعور وفكر إنه ساعتين دراسي بينشحوك فلازم تراجع حالك. إغلاق مواقع التواصل ضروري جدا بالفترة الأخيرة، وبهالشهر زمان ما رح يكون في أخبار تغير حياتك على قد ما ضياع وقتك رح يغير حياتك. خلي وقت محدد لأذكار محددة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. من أجمل الأدعية اللي تدعيها وقت بدك تقعد تدرس أو وقت دخولك للفحص: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم افتح علي فتوح العارفين، اللهم وسع علي مدارك قلبي وعقلي.